حضراتكم زرتم معانا في برنامج الجدعان مصنع فيرست كوزماتكس لمستحضرات التجميل في مدينة العبور اللي أسسه القبطان البحري طارق سمير سنة 2004، وبيصنع لوحده أكتر من 1000 منتج من مستحضرات التجميل وبأعلى جودة وبسعر أقل من مثيله المستورد، وتقريبا بيستحوذ على 40% من أسواق مستحضرات التجميل في مصر لكل صالونات ومراكز التجميل للرجال والنساء، وحجم استثماراته تجاوز 500 مليون جنيه. دلوقتي هنقابل القبطان طارق سمير وهنناقشه في آليات زيادة صادرات مصر من مستحضرات التجميل. قابلنا حضرتك في المصانع، ما شاء الله عندنا 1000 منتج، وانا واثق في المعرض النهارده بقى 1000 وي، صح كده ولا لا؟ مظبوط. عندنا منتجات جديده، فرحنا الاول، ايه المنتجات الجديده؟ احنا النهارده موجودين في ايجي بيوتي اكسبو علشان ناكد قوه الصناعه المصريه، ناكد طبعاً قوه المستحضرات التجميل المصريه، ونقدر نقول مصر بتعمل منتجات جيده جدا، قادره على التصدير، قادره على المنافسه، قادره انها تبقى موجوده في اسواق عالميه. في الحقيقه ده مش قليل على مصر، مصر تستحق اكتر من كده بكتير. احنا السنه دي كمان الدوره دي اسمها ايجي بيوتي افريكا، السوق الافريقي، هنقدر نغزو هذا السوق الضخم جدا؟ بالتاكيد نقدر، نقدر نعمل كل حاجه طالما في امكانيات كويسه، طالما في الاراده ان انا اصنع منتج جيد، طالما في عندي الامكانيات اللي بتسهل لي عمليه التصنيع والتصدير، اكيد اقدر. مش بس افريقيا، افريقيا وغير افريقيا. لما نتكلم على صادرات قيمتها حوالي 1,300,000,000 جنيه، أنا شايف المبلغ بسيط جداً على حجم هذا المعرض وحجم المصانع الضخمة اللي موجودة فيه. إزاي نضاعف الأرقام دي؟ إزاي نوصل لعشرة مليار صادرات مصرية لمستحضرات التجميل؟ موافقك بنسبة 100% أن الرقم ده رقم زهيد جداً لإمكانيات مصر وحجم مصر. مصر تقدر تعمل أكتر من كده بكتير جداً. الشروط؟ الشروط تسهيلات، تسهيلات في التصنيع، تسهيلات البنوك، وفر لي خامات، وفر لي عبوات، وفر لي مستلزمات إنتاجي، ونعمل أكتر منتجات ممكنة وأكبر وأحسن منتجات ممكن. اديني إمكانياتي وأنا أشتغل. النهاردة حضرتك بتقول رقم للتصدير، لا، هو الرقم ده المفروض يتضرب في 10، ده الوضع الطبيعي، يتضرب في 10. انت احنا نقدر نعمل كده كمصنعين وكمنتجين، نقدر نعمل كده. بس انت النهارده وفر لي خامات اللي انا بجيبها من بره، بنوك تديني فرصه ان انا اقدر استورد بسهوله، لكن الوضع الحالي شويه مش مدينة. البنوك بوضوح، البنوك الوضع مش انا بس، مش التجميل بس، قطاعات مصر كلها متاثره بنقص العمله علشان مش قادرين نجيب خاماتنا. يعني في حاله توفر الخامات وهي موجودة في كل أسواق العالم. بالظبط. طب الخامات غليت النهاردة، ده بفعل بقى انخفاض الجنيه، ارتفاع الدولار، المهم إن الخامات غالية النهاردة، هيفرق معنا إزاي ده في كمية الصادرات بتاعتنا؟ لأن السعر هيتحرك، وهل السوق اللي بره يقبل السعر ده ولا لأ؟ أنت أصلاً عندك كذا سبب لارتفاع أسعار الخامات. أول سبب هي ندرة وجودها بره، ده أول سبب. تاني سبب ارتفاع قيمة الدولار قدام الجنيه، طبعا التضخم اللي حصل، التعويم اللي حصل أكتر من مرة، فرق في سعر الجنيه قدام الدولار، بقينا ندفع أضعاف القيمة. المشكلة الثالثة والأهم تأخر البضاعة في المواني، ما زالت تتأخر، بندفع غرامات كونتينر، بندفع غرامات في المواني، حراسات في المواني، بندفع غرامات تأخير، طبعا كل ده وكلها راح على شركات عالميه للاسف. للاسف، ما يا ريت الفلوس دي داخله جوه مصر، انما فعليا هي طالعه بره مصر. بدات كلام مع حضرتك بان احنا نمتلك 1000 منتج من ابتكار حضرتك ومن وكالات شركات عالميه، صح كده؟ بالظبط. المعرض النهارده ايه الجديد فيه؟ هل حضرتك قدمت منتجات جديده؟ يعني بين 1001 1002 فرحنا. انت عندك قطاع بحث وتطوير قوي جدا في المصنع. انت لما كنت عندنا في المكتب كنا قلنا لك ان في 28 منتج جديد، هو تقريبا يعني بقوا 50 منتج احنا مصورين من فتره قريبه. كلهم يعني في الاسبوعين ثلاثه دول 58 منتج، 50 منتج جديد. ما هو في منتجات بتبقى كوبي، يعني العبوه هي بس باختلاف الخلاصه، باختلاف الاسانس، بتبقى سهله شويه، يعني مش لازم يبقى جديد بشكل كامل، لكن انت طورت فيه او حدثت فيه فده بيعتبر تجديد برضه. المصنع عند حضرتك فيه امكانيات كبيره جدا في التصنيع وخبرات الناس مهولة جدا، هل ممكن تساعدنا كشاب مثلا عايز يعمل فكرة جديدة، منتج جديد، تقف جنبه وتسنده وتشوف العبوات وجيبها منين، المنتج بتاعه يعمله ازاي، ينزل باسمه، يعني يصنع عند حضرتك بس المنتج باسمه وهو عنده سوق بتاعه؟ بالتأكيد كل ده ينفع يتعمل،
بالتأكيد. يعني حضرتك بتساعد الناس بالمنظر بالتأكيد ده؟ بالتأكيد كل ده ينفع يتعمل. بس مع شرط واحد، أكون في الظروف الطبيعية. النهاردة لو جاء حد قال لي أصنع عندك، أنا شخصيا عندي نقص في خاماتي. أقدر أصنع لك إزاي وأنا بالفعل خاماتي ناقصة، مش قادر أكمل تشكيل منتجاتي.